يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي الفرق بين الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة متى يقام إلى الصلاة، فهل هناك فرق بين وجود الإمام وعدمه؟ لأنه إذا كان الإمام ما هو موجود يشق عليهم القيام والانتظار، فرحمة بهم ورفقا بهم يبقون جالسين حتى يحضر الإمام. أما إذا كان الإمام حاضرا أو رأوه فلا مشقة في ذلك، لأنه سيدخل في الصلاة مباشرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.